القسيم. أيها المشاهدين الكرام، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. شمس الشجن واطلع علينا يا قمر. بابا، ماما، دنيا، عمر، يلا قبل شوي ما يبرد. يا حبيبتي يا شمس، ما حضر كل حاجة لوحدك. ويعني مين كان هيعمل معاي؟ معلش يا بنتي، أنا عارفة إن إخواتك رامين الحمل كله عليك. أنا مش قصدي على دنيا، دنيا الله يكون في عونها الولد لخيمها، أنا قصدي على التانية. الفطار جاهز كويس قوي، أصلي هموت من الجوع. شمس يا حبة عيني، صحية من بدري عشان تحضر كل حاجة لوحدها. ايه ده؟ مش تستني بابا الأول لما يجي؟ انتي ما بتزهقيش من ملحوظات؟ صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بابا. يلا بقى قبل شاي ما يبرد. امال فين اختكم؟ لازم بتلبس ممدوح. يلا يا دنيا، احنا لازم نقعد نستنى كل واحد. عيب يا قمر. يا بنتي اختك يصعب عليها تحس انها غريبه في البيت. هو انت دايما متاخره كده؟ اعمل ايه، يا دوبك على ما شطفت ممدوح ولبسته. اقعد يا بنتي. ممكن نبتدي نفطر؟ افطري يا حبيبتي، ما حدش هيشك. ايه يا ممدوح، فين بص الصباح؟ معاك حاجه حلوه؟ هو انت كل حاجه عندك بتمن؟ كل كويس يا سيدي وبعدين هبقى اجيب لك الحاجه الحلوه. حاضر كده. ربنا ما يحرموش منك يا بابا، هو عادلي حد غير حضرتك؟ لا ما تقوليش كده، ربنا يخليك له، الطفل ملوش غير والدته. ووالدته من غيرك كان هتعمل له ايه؟ لازمته ايه الكلام ده بقى؟ نشيد الصباح لازم تسمعه لنا كل يوم الصبح يا بابا.
قصدك ايه يا قمر؟ قمر بتهزر يا بنتي؟ هو انا قلت حاجه؟ دوقي دوقي الفول. اما انا عامله النهارده طبق فول تاكلي صوابعك ورا. يسلم ايديك يا حبيبتي. كل يا ممدوح، اكل ابنك يا دنيا. بابا كنت عاوزه اقول لحضرتك حاجه بس مكسوفه. مكسوفه؟ حد يتكسف من ابوه؟ ده انت بنتي. الحقيقه تقلت عليك قوي انا وابني كمان. ما تقوليش الكلام ده، بنتي بنتي وممدوح ابن بنتي وعز الولد ولد الولد. المهم كنت عايزه تقولي ايه؟ كنت عاوزه قرشين عشان اجيب لممدوح بيجامه، اصل وانا بلبسه يعني. اخصى عليكي، ازاي تستني لغايه هدومه ما تتقطع وتدوب؟ كان لازم تقولي قبل كده. في الحقيقه يا بابا كنت مكسوفه اقول. مكسوفه؟ مكسوفه ايه؟ المهم دي مش غلطتك، دي غلطة والدتك اللي لازم تاخد بالها من حاجات زي دي. ما هي دنيا بتزعل مني لما اطلب منك اي طلب علشانها ولا عشان ابنها. شوفي يا بنتي يا حبيبتي، لازم تعرفي انك انت وممدوح مسؤولين مني طول ما انتوا موجودين هنا، طول ما انت في البيت هنا زيك زي شمس وقمر. خدي خدي اشتري الحاجات اللي هو محتاجها، واذا كنت انت محتاجه اي حاجه تانيه اشتريها كمان. بس ده كتير قوي يا بابا، ده انا كنت عاوزه 5 جنيه بس. 5 جنيه ايه؟ يجيبوا ايه ولا ايه 5 جنيه؟ يلا يلا عبيطه يلا. مسلوم بخت، وانا اللي بقالي شهر بقول لك عايزه قرشين اشتري بيهم فستان يا بابا. مش وقته يا قمر. اشمعنى ده بقى مش وقته؟ خلاص يا قمر، ممكن اقسم الفلوس دي انا وانتي. لا معلش خليهم لك، دول ما يكفونيش. الله دنيا، تعالي يا بنتي كملي اكلك. يا سلام عليكي، دايما مسحوبه من لسانك كده. روحي شوفيها يا شمس. حاضر يا بابا. وبعدين معاك يا قمر، مش هتبطلي قله الادب دي؟ هو انا عملت حاجه يا بابا؟ يا بنتي اختك حساسه عشان متطلقه وعايشه معانا، مش كفايه جوزها اللي سايبها وسايب ابنه ومسافر؟ يبقى كل ده يجي فوق دماغنا احنا؟ اخرجي. ما تزعلش يا شكي، ما تزعلش نفسك، كمل اكلك انت يا اخويا. مش واكل، انا مش عارف هلاقيها منين ولا منين. ما تفكرش في الهم وهو يسيبك. يا ريت كان الواحد بايده. لا صحيح يا استاذ شكري، انا عمري ما شفتك زعلان قوي كده. في حاجه مزعلاك في البيت ولا حاجه؟ بنتي الكبيره بهجت هي اللي كسره وسطي. ليه بس لا سمح الله؟ صعبان عليا قعدتها هي وابنها عندي في البيت، دي لسه صغيره. وبرضه ما فيش اخبار من جوزها؟ ابدا، من ساعه ما بعت لها ورقه الطلاق وهو مسافر ما فيش لا حس ولا خبر. ايه ده؟ معقول الراجل ده طول المده دي ما سالش في ابنه؟ ما هو ده اللي مزعلني. كونه طلق بنتي معلش، كل شيء اسمه ونصيب، لكن ابنه اللي من لحمه ودمه ما يسالش فيه، ما يبعتلوش كل مدة شيك بقرشين. يعلم الله أنا مش عايز منه حاجة، بنتي وابنها في عينيا الاتنين، لكن برضو لازم يكون في صلة بين الولد وابوه. إنسان ما عندوش ضمير. لا إله إلا الله. الولد السنة دي راح المدرسة، وانتوا زي ما انتوا عارفين العيال بتسأل بعضيها، جاي بيقول لي الولاد بيقولوا لي ابوك بيشتغل ايه وما بيجيش المدرسه ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما عرفت ارد عليه واقول له ايه.
قول له ماتوا خلاص. ده كلام معقول برضو يا بهجت؟ يبقى ابوه عايش على وش الدنيا واقول انه ميت؟ هو خلف من مراته التانية؟ والله ما انا عارف. اكيد طبعا زمانه خلف، والا كان زمانه سأل في ابنه ده. المهم انت يا استاذ شكري ما تزعلش نفسك، الزعل وحش علشانك، ما تنساش انه في ثلاثة في رقبتك وامهم والولد الصغير كمان. استاذ شكري انسى بقى كل الهم ده، انا هروق لك دمك النهارده والليمون كله على حسابي. يا جت فوق دماغي بس معلش. ايوه كده. هو انا مش هينوبني من حب جرب ولا ايه؟ يا بهجة ترحمني، لسه ما كملناش نص ساعه في الشغل وشارك ثلاثة ساعة. يا بهجة خلاص يا عم عليك من جبت المرتب خلص. خلاص طيب ماما انا خارجه رايحه الكليه. قمر استني هنا، انا ما رضيتش اكلمك قدام ابوكي واخواتك. انت يا بنت مش هتبطلي تقولي لسان مع اختك دنيا؟ انا ما عملتش حاجه، انتوا اللي كلكم ضدي، واخواتي كده دايما ماسكين لي على الواحده. ليه بقى؟ لاني بروح الجامعه وهم لا، ولاني حلوه حبتين. انت يا بنت مش هتبطلي الكلمه دي؟ ايوه حلوه، وكل الناس بتقول كده. امال انتوا سميتوني قمر ليه؟ ما اخواتك كمان حلوين، بس انت بقى اللي بتلبسي وبتتزوقي، وهم يعني عليهم ما بيعملوش في روحهم اللي انت بتعمليه في روحك ده. عارفه يا ماما، البنات في الجامعه كلهم بياكلوني بعينيهم وكلهم بيغيروا مني عشان احلى منهم. الجمال مش في الشكل يا قمر. امال في ايه بقى يا ست ماما؟ في حاجات تانيه كتير، في العقل، في الاخلاق، في التواضع. اهو الدرس ده بقى ما خدناهوش في الكليه. عن اذنك. لا يهديك يا بنتي. ماما ماما قوم يا ماما، ماما كلميني يا ماما، ما لازم اتكلم مع حد، مش معقوله اقعد لوحدي كده. وحدي قاعد. ماما 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 ايه ايه في ايه في ايه يا فريده؟ جرى ايه يا بنتي؟ قومي كلميني يا ماما، مش معقول كده يا ماما، حرام عليكي، بلاش تكلميني، اسمعيني حتى. يا بنتي حرام عليكي، بس صحيني انا عايزه انام. ما انت نايمه طول النهار يا ماما. يعني صحيني ليه؟ انا تعبانه وعايزه انام. ماما وانا ما بتجوزش ليه؟ بتصحيني من عز النوم عشان تقولي لي انا ما بتجوزش ليه؟ وهي دي حاجه مش مهمه يا ماما، ما بتجوزش ليه؟ نصيبك يا بنتي. والبنات اللي اتجوزوا نصيبهم ازاي ليه؟ يا بنتي حرام عليكي تتكلمي بالشكل ده، معلش. هو انا وحشه ولا ايه؟ فاشل ده انت زي القمر يا حبيبتي. امال خايبه؟ فاشل يا حبيبتي، ده انت ست الشطار. تشويق، حماس وسرعة في مواجهة مع الوقت، مشتركين في اكتشاف دائم في عالم من المغامرات والألغاز والبحث عن الكريستال. فأي فريق سيتغلب على ذا كريستال ميز؟ ذا كريستال ميز الجمعة 8 مساء على ذكريات. معلومات غنية. أصغر بلد في بلاد البلقان. أسئلة متنوعة. ناقص 9. والجوائز قيمة. 23,800 ريال مبروك. فمن يمتلك ما يكفي من ثقافة، تعرف لي اسم هذا الجسم المائي؟ ليكون الرابح 15. برافو يا دكتور، هذا كلام سليم. خبر ليتا ليتا صحيح. بنك المعلومات، السبت 8 مساء على ذكريات. بونسوار يا أستاذ. يلزم خدمة؟ نبتدي مع سيادتك الرحلة. يناموا كل البيت وأنا أتسلل إلى الخارج، وإذا بأخويا فضل متربص لي. وإلهما. موسيقار الأجيال. صبي بيغني صوته جميل، ما عرفتش بقى إنه عبد الوهاب إلا بعدين. محمد عبد الوهاب
ألحان وأغاني أثرت العالم العربي. ضلت أجري 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 لغاية لقيت نفسي إني أنا راجل إيه مقواد مجنون. يا صلاة فن لا ينسى. يا صلاة الزيت على الجمرة يا صلاة. النهر الخالد الأحد 11 مساء على ذكريات. الوطن هو القصيدة وهو الحب، وإذا كان للشاعر رسالة الله بمانك من النكبات تمنى. كلمة وطن ما تختلف من شاعر إلى غير شاعر. من على الرمضة مش حفل قدم يستاهل مثل العروس الشمس توها. الوطن أيها السادة القصيدة الجميلة والكلمة العذبة المعبرة الرائعة. أغنيات للوطن الأربعاء 11 مساء على ذكريات. انتي عامله حاجه خالص. هاتي 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 انا هعمل كل حاجه. مش معقول يا شمس هتعملي كل حاجه في البيت لوحدك؟ كفايه عليكي ممدوح وطلباته. ويعني انا ورايا ايه غير شغل البيت؟ شايفه يعني ورايا الكليه ولا الشغل؟ ما هو انت يا شمس اللي ما رضيتيش تكملي تعليمك وقعدتي في البيت. ما هو على يد كل حاجه من وانا صغيره وحمل البيت كله عليا. قمر خلاص متدلعه وانا ما كانش هون عليا اشوف ماما بتشتغل واسيبها لوحدها. بقيت اساعدها في شغل البيت. أخدت الثانوية العامة بالعافية، خدتها من قصرها بقى وقلت اقعد في البيت. بكرة ربنا يرزقك بابن الحلال اللي يريحك من البيت ده خالص. ابن الحلال؟ وابن الحلال ده هيجي منين؟ يا سلام، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده انت ألف واحد يتمناكي أدب وأخلاق وست بيت كمان. أيوة بس بس ايه؟ يعني ما أعرفش ألبس وأتزوق. كفاية انك حلوة وأخلاقك حلوة، وبعدين المهم ان يكون حظك حلو ما يكونش زي حظي. حق يا دنيا، جوازتك دي خلتني اخاف من الجواز كله. لا، ياما بنات كتير اتجوزوا وطلع حظهم كويس، انا بس اللي طلع حظي كده. انا صعبان عليا بابا، عنده 3 بنات وما صدق يجوز واحده تقوم ترجع له ومعاها ولد كمان. واد يا غزغز. نعم عمي. لو اني اولى مسمارين وشاكوش احسن الرجل متلخلخه شويه. الله، مش لاقي مصامين يا عمي. بلاش المصامين وهاتني المطنط الخشاب عشان انا عمي النجم يلات اللي اهو. عمي اتفضل. ترست طريقة في بوسطة ايين فلايكم دول. مالك يا قمر؟ مش قاعدة على بعضك ليه؟ عمالة تتململي كده في قعدتك. على القناة التانية في حلقة أجنبية وانتوا بقى ما بيعجبكمش غير العربي ده. وماله العربي يا بني؟ ما بيعجبنيش. مش كفاية بابا جايب لنا تلفزيون صغير الواحد مش عارف يشوف فيه حاجة خالص؟ بس الأغلبية عايزة القناة دي وانت لازم تحترمي رأي الأغلبية. طب يا بابا انا بقى هطلع اتفرج عند الجيران، هم بيحبوا الحلقه الاجنبيه. بيبقى عندنا تلفزيون ونروح نتفرج عند الجيران. ماله يا شكري، دول حبايبنا بعز من الاهل. اطلعي يا قمر. الله، بعد اذنك يا شكري. بصراحه يا ماما انت مدلعه قمر حبتين. قولي لها يا دنيا ايه اخر العنقود بقى؟ يا سلام، يعني ايه اخر العنقود؟ دي كبيره بتروح الجامعه. معاكي حق يا بنت، انا لما كنت في سنها كان عندي دنيا يجي عندها سنتين كده، بس الجيل ده بقى حاجه تانية. ايوه بس لازم تشدي ايدك عليها شويه. ايه الحكايه بقى؟ مش عاده الاستاذ شكري يتاخر كده. ايوه صحيح، ده احنا كنا دايما نيجي متاخرين ويفضل يزعق لنا. غلبان يا اخي الراجل ده، من ساعة طلاق بنته وهو ما عادش زي زمان. يعني هي أول الطلاق ولا آخرهم؟ معلش يا بهجت، البنت دي بالذات ظروفها وحشة. يعني بنت ممتازة وكويسة وأبوها مربيها أحسن تربية، تقوم لما تتجوز وجوزها يسافر علشان يحسن وضعه الاجتماعي يبعت لها ورقة الطلاق كده من غير أي سبب.
اخ والمصيبة عندها ولد. محدش مستريح اليومين دول. يعني الأستاذ شكري مربي بناته أحسن تربية ومع ذلك برضو مش مستريح. ألا قولي هو سماهم دنيا وشمس وقمر ليه؟ بقولك الأولانية سماها دنيا عادي كده يعني، أما التانية بقى فسماها شمس على اسم ستها. البنت التالتة بقى كان نفسه في ولد وطلعوا قالوا له جات لك بنت زي القمر. مسميها قمر. ألا قولي صحيح أنت مش كنت عاوز تتجوز؟ آه يعني بفكر. وتفكر ليه؟ ما بنات الأستاذ شكري موجودين أهو، من جهة أدينا عارفين الراجل وعارفين تربيته، ومن جهة تانية عنده الجمال كل. والله يا بهجت هي فكرة مش بطالة، بس برضو عاوزة تفكير. أيوة صباح النور. أهلا 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 وسهلا. لا 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 ألف لا بأس عليه. لا 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 خليه هو مستريح، إحنا هنقدم له طلب أجازة. لو سمحتي قولي له عاطف وبهجت بيسلموا عليك كتير جدا. لا 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 شكر على واجب. مع السلامة فندم. مع السلامة. ايه الحكاية؟ ها؟ لا ده الأستاذ شكري تعبان يا أخي و مقدم على طلب أجازة. لا ألف لا تشر عليه. الله وانت مالك سرحان كده ليه؟ حن عليها حتة صوت يا باجد. نعم هي مين دي؟ ها؟ تصدق مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ شكري موجود؟ أنا عاطف زميله في الشغل، قصدي يعني هو اللي رئيسي في الشغل. أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل. لا اتفضل حضرتك في الصالون. لا ليه هنا كويس، أنا مش غريب. مولا أنا أصلي أول ما عرفت إن الأستاذ شكري تعبان جيت من الشغل أشوفه على هنا على طول. كتر ألف خيرك، الحقيقة بابا دايما يشكر في حضرتك وفي الأستاذ. لازم بهجت. أيوة الأستاذ بقى. أصل إحنا تلامذته يعني الأستاذ شكري ما تلاقيش زيه اتنين أبدا في الشغل. عن إذنك أديله خبر. لا لو نايم خليه مستريح. لا أبدا هو مش نايم في السرير ولا حاجة. مش أجري. هو ممكن أعرف اسم حضرتك؟ دنيا. دنيا تبقي أنت بقى بنته الكبيرة ومامة ممدوح. عن إذنك. اهلا اهلا يا استاذ عاطف. اهلا اهلا يا استاذ شكري، شغلتنا عليك. اهلا اتفضل. شكر. الله يا سيدي الصبح انا كنت تعبان شويه. لا الف الف بعد الشر عليك يا استاذ شكري، بس الحمد لله انا شايفك قدامي دلوقتي اهو زي الفل. ادينا بنقاوح. يا راجل ده انت لسه شباب. شباب البركه فيكم انتوا بقى. مكلف نفسك ليه بس يا أستاذ عاطف؟ يا خبر يا أستاذ شكري، فيش تكليف ولا أي حاجة، دي شوية برتقان صغيرين كده علشان تشرب عصيرهم بالهنا والشفاء ويضعوا البرد على طول. طب يا سيدي مردود لك في الأفراح. الله يخليك. اتفضل. متشكر متشكر قوي، ولو أنه ما كان لوش لزوم يعني. دي حاجة بسيطة. دي بقى شمس بنتي الوسطانية. أهلا وسهلا. دي بقى الدينامو بتاع البيت. كلام ايه يا بابا؟ ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم. طيب عن اذن. اتفضلي. مسكينة شايلة حمل البيت. امال المدام؟ لا موجودة بخير برضو، بس بقى شمس ما بتحبش والدتها تعمل اي حاجة. عن اذنك. اتفضل. معقول يا بابا حضرتك بنفسك بتفتح الباب؟ ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. الله هو حضرتك عندك ضيوف؟ تعالي تعالي سلمي على الأستاذ عاطف زميلي في الشغل. أهلا وسهلا. أهلا بيكي.
تفضل تفضل. دي بقى قمر اخر العنقود، طالبها في كليه الاداب قسم فلسفه. طب يا ستي ما تزعليش، قسم فلسفه. ويا ترى في سنه ايه؟ في سنه تانيه. عظيم عظيم. طيب عن اذنكم اتفضلي. متهيألي بكره ممكن انزل الشغل. وعلى ايه بس يا استاذ شكري؟ ما تستريح لك كام يوم. يعني مين عارف بكره هيحصل ايه. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا استاذ شكري. عقبال يا رب ما نشرب شربه فرحك. مادام نويت اتوكل على الله وتقدم. يا بهجة اخويا، الواحد لازم يفكر كويس قوي قبل ما يقدم على خطوة زي دي. ده الواحد ياخدها من وش ابوه، ده الراجل اتحط على الجرح يبرد ومربيهم كمان احسن تربية. خلاص يبقى مستني ايه؟ شش بس شكري جاي. صباح الخير. اهلا 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 يا استاذ شكري، الف الف حمد لله على السلامه. المكتب نور، كان مضلم من غيرك والله. الله يسلمك يا عاطف يا ابني، نورت مكتبك يا استاذ شكري. متشكر يا بهجت يا ابني. انا كنت ناوي اجي مع عاطف بس هو راح من غير ما يقول لي. والله يا ابني ملوه لزوم، الحكايه ما تستاهلش. والدكتور قال ايه؟ ما اكدبش عليكم، انا ما جبتش دكتور لان عايز اروح للدكتور من غير ما حد يعرف في البيت. الله الله الله. طب وليه كده يا استاذ شكري؟ أنا شاكك في حاجة وعايز القبلة أكشف من غير ما يعرفوا، مفيش داعي إنهم ينشغلوا. حاجة إيه لا سمح الله؟ بس أنا بصراحة حاسس كده إن في حاجة في قلبي. خبر فال الله ولا فالك يا استاذ شكري، ما تقولش كده. إيه أنت هتوهم نفسك ولا إيه؟ على العموم يا باجد برضو مفيش مانع ان هو يطمن على نفسه، حتى بالمرة احنا كمان نطمن عليه، بس بشرط يا استاذ شكري يوم ما تنوي تروح للدكتور رجلي على رجلك، لازم اروح معاك. وانا معاكم. يا جماعة الحكاية ما تستاهلش ده كله. لا لا لا، الاول شرط اخره نور، زي ما بقولك رجلي على رجلك، لازم اروح معاك. خلاص يوم ما نوي اروح ابقى اروح انا وانت. طب ويوم ما تنوي تروح ليه؟ ما احنا فيها النهاردة ممكن تروح للدكتور. لا بكرة الصبح نبقى نسيب المكتب شوية الباجت ونبقى نروح للدكتور أنا وإنت. سامع باجت؟ بكرة الصبح. ولو إني أرجع وأقول أنا مستعجل على إيه؟ حد عارف إيه اللي مستخبي؟ لقطات كوميدية، مقالب مضحكة تدخل السعادة إلى القلب، في مشاهد خفيفة
اسماعيل بيه ابو مناخير. مين؟ خيب خرير على خيب خرير. مشاهد خفيفة السبت 9:30 مساء على ذكريات. أبطال حبيناهم وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفايز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. جاهز للسباق؟ نلتقي معكم مع سباق جديد مع الساعة. جهز نفسك واختبر معلوماتك. اللوب داخل النخل 10 درجات صحيح. مع مشتركين سباقهم مع الوقت. صح. خطأ. آخر 5 ثواني 410 درجات رقم قياسي. روفا شكرا لك. سباق مع الساعة الاثنين 11 مساء على ذكريات. مسابقات المنظمة بين طلاب المدارس صهيب الرومي رليل. إجابة موفقة في مختلف العلوم والفنون والألعاب والمهارات الرياضية. ستقدم جوائز قيمة. برنامجكم مسابقات خفيفة. مسابقات خفيفة الخميس 4 مساء على ذكريات. أنا نازلة يا ماما أودي ممدوح المدرسة. ليه يا حبيبتي؟ ما أبوكي بياخده في إيده ورايح الشغل. لا معلش يا ماما، بابا تعبان اليومين دول، وكمان مدرسة ممدوح بعيدة عن البيت شوية، والمحطة اللي بيركب منها بابا جنب البيت على طول. وماله يا حبيبتي؟ أهو يمشي رجليه شوية. ما يجراش حاجة، أنا كمان أمشي رجليا شوية. على كيفك يا بنتي. مش عاوزة حاجة أجيبها لك وأنا جاية؟ عايزاكي طيبة يا دنيا. يلا يا ممدوح سلم على تيتا. السلام عليكم يا تيتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبيبي. يلا على المدرسة. مع السلامة. مين اللي خرج يا عايشة؟ دي دنيا راحت توصل ابنها المدرسة. الله، طب ما انا باخده معايا وانا رايح الشغل. بتقول حاسة انك انت تعبان اليومين دول ومش عايزة تتعبك. يا سلام، البنت دي حساسة قوي. طيبة وغلبانة، ربنا يبيض بختها. قولي ربنا يبيض بخت البنات دي، خلاص بختها مال وعرفنا. اقص عليك يا شكري، ليه بس بتقول كده؟ مش هي دي الحقيقة، هما كانوا البنات يتجوزوا لما دي حتتجوز. يا اخويا هما بناتك كانوا باروا، دول لسه صغيرين، والف مين يتمناهم. احنا مش عايزين الف، احنا عايزين اتنين، واحد يتجوز شمس وواحد لمقصوفة الرقبة دي اللي نفسي اطمن عليها. يوه، انت مستعجل قوي على جوازهم كده؟ نفسي اجوزهم قبل ما اموت. ليه يا اخويا الف بعد الشر؟ انت بتقول كده ليه؟ هو انت كنت كبرت ولا كبرت؟ ده انت فاضل لك سنة على بال ما تطلع المعاش. الركعة الصحة يا ام دنيا، مش على السن. والصحة بومبو والحمد لله.
هو انت يا اخويا لا سمح الله حاسس بحاجه؟ لا لا ابدا ابدا، انا بهزر معاكي، بشوف يعني انا غالي عندك ولا لا. يا ندمتي يا شكري، ده انت ابو ولادي اللي ماليش غيرك، ده انت غالي عليا قوي يا شكري. صحيح يا ام البنات. ايوه كده، ما دام قلت لي يا ام البنات تبقى رقت. اكيد هتتجنني. ده انا جنن. هلا هتتجنني تقولي هجنن. بابا وماما عاديين، يا ترى انا طلعت لذيذه قوي كده لمين؟ ما اعرفش، بيقولوا جدتي مامه ماما كانت لذيذه قوي وحلوه. طب طلعت لها؟ طب ويا ترى انتوا بقى ما طلعتولهاش ليه؟ كفايه انتي، هنبقى احنا وانتي ده يبقى كتير قوي. على رايك كفايه. انا ايه ده؟ ايه انتي مش هتروحي الجامعه ولا ايه؟ ماليش نفس، لسه بفكر اروح ولا ما اروحش. يعني ايه تروحي ولا ما تروحيش؟ انتي ناسيه ان الامتحانات قربت؟ ياه. ولما انتي مهتميه بالدراسه قوي كده ما كملتيش ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي ما كملتيش تعليمك ليه؟ اولا انا مش جاهله، انا معايا ثانويه عامه وممكن اذاكر واعيدها وادخل الجامعه كمان. ياه. عايزه تعيدي ثانويه عامه وتدخلي الجامعه كمان؟ وليه لا؟ انت فاكراها بالسهوله دي؟ دي حاجه تاخد وقت، انت عارفه عشان تعيدي ثانويه عامه وتخشي الجامعه عايزالك يجي كده 5-6 سنين. على العموم انا يرجع لي الفضل في انك انت كملتي تعليمك، لاني ما كنتش بخليكي تعملي اي حاجه في البيت. يوه، الاسطوانه اياها، انت الضحيه وانت قلت الادب. طب بتعيطي ليه؟ انا مش بعيط. اسمعي يا شمس، خديها نصيحه من اختك اللي اصغر منك، ما تعيطيش ابدا، اوعي حاجه تقف في طريقك، واعملي اللي انت عايزه تعمليه، خليكي قويه، الاقوى هو اللي بيكسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تاخرتوا شغلتوني. خير؟ الدكتور قال ايه؟ لا ابدا، حاجه بسيطه كده. القلب يا بهجت. قال ان القلب تعبان. قلب؟ قلب ايه بس يا استاذ شكري؟ الدكتور ما قالش كده بالظبط يعني. امال قال ايه يا عاطف يا ابني؟ قال شويه تعب بسيط ومحتاج لشويه راحه. والدكتور عمل رسم للقلب؟ اه طبعا عمل يا ابني. هو اصله بعد ما عمل رسم القلب قال شويه لغط بسيط خالص على القلب. ما هو لازم يقول بسيط، امال هيقول ايه؟ انا حاسس بنفسي يا جماعه. استاذ شكري بقى بصراحه وهم مش عاوزين. انا مش خايف على نفسي، انا خايف على البنات وامهم. يا استاذ شكري اهو الكلام ده بقى مش كويس، ربنا يديك طول العمر، خليك متفائل واتكالك على الله. ونعم بالله، وانا تكالي على حد غيره، ربنا يتولاهم بقى برحمته. وبعدين يا سيدي افرض يعني انك عندك شويه تعب بسيط في القلب ولا حاجه، طب وايه يعني؟ انا شخصيا باجي اتعرف ناس عاشوا بالقلب لما بقى عمرهم 80 سنه. انا مش عايز 70 سنه ولا 80 سنه، انا عايز بس اطمن على البنات، هما اللي شغلني. امهم ست طيبه وعلى نيتها، ولا بتعرف تهش ولا تنش. تعرف بقى يا استاذ شكري احسن حاجه للموضوع بتاعك ده الحاله النفسيه، انت عارف لو حالتك النفسيه كويسه قلبك هيبقى زي البومب. على فكره يا جماعه ارجوكم اعملوا معروف، انا مش عايز حد في البيت عندي يعرف اي حاجه عن الحكايه دي. بس انا بقول يا استاذ شكري انه بالعكس المفروض ان هم يعرفوا على الاقل علشان يرعوك وياخدوا بالهم منك. لا لا، هم واخدين بالهم مني كويس وبيرعوني كويس، بس ما فيش داعي ان انا اخضهم. انا شخصيا اوعدك ان ما اجيبش سيره، بس بشرط تاخد العلاج بانتظام وتمشي حسب تعليمات الدكتور. اوعدك يا ابن عاطف
اوعدك اني هاخد بالي من صحتي كويس قوي. ده حتى مش علشاني، ده علشانهم هم. سلمت امري اليك يا رب. ايوه حاضر. تعال يا عم سليمان، تعال تعال. على مهلك على مهلك، تعال حطه هنا. بالراحة بالراحة. ايوه ايوه كده. استنى استنى يا راجل يا طيب. خد السلامة السلامة. ايه ده يا شكري؟ بقى لغايه دلوقتي مش عارفه ايه ده. ده تلفزيون يا عائشه. تلفزيون؟ ايوه. الولاد اتضايقوا من التلفزيون الصغير. نخلي بقى الصغير لما حد يحب يتفرج على قناه تانية. جبت لهم تلفزيون كبير. ان شاء الله يخليك يا ابو دنيا وما تحرموش منك ابدا. اندهلهم اندهلهم عشان يجوا يفرحوا. يا دنيا يا شمس، تعالوا شوفوا ابوكوا جاب لكم ايه. خير يا ماما؟ بابا جاب لكم تلفزيون كبير. يا رب يخليك يا بابا. بس مش كنت تستنى سنتين ثلاثة؟ ده بيقولوا التلفزيون الملون هيطلع. امال فين قمر؟ لسه ما جاتش من الكلية. دي بقى هي اللي هتتجنن على التلفزيون الكبير. وممدوح لسه في المدرسة؟ ايوه. بس انت ايه اللي فكرك؟ قلت افرحهم قبل ما. قبل ايه يا شكر؟ قبل ما يتجوزوا ويمشوا ويسبوني. لميت إيجار البيت ورحت دفعت المقدم. عالم مش يمكن أنا اللي أمشي وأسيبهم. انت قللت الادب. معقول؟ معقول انا اقول لها كده؟ ما كفايه بقى يا اولاد، ما تقوموا تتعشوا. لسه بدري يا ماما. يلا ممدوح قوم اتعشى عشان تنام، عندك مدرسه بدري. معلش يا جد خليني شويه. على العموم انتوا لازم تطفوا التلفزيون علشان انا ناوي اخش اذاكر شويه. يا سلام، وانطفيه ليه؟ ما تدخلي انت تذاكري جوه. يعني انتوا بس اللي تقعدوا تتفرجوا على التلفزيون وانا لا؟ ايه ده؟ كلام ايه ده يا قمر؟ خلاص يا اولاد بلاش مناقره. على العموم احنا هنبقى نفتحه كل ليله جمعه لحد ما تخلص السنه الدراسيه. بعد كده اقعدوا اتفرجوا زي ما يعجبكم. كلام سليم يا شكري. طب يلا يا شمس يلا نحضر لهم العشاء حبيبتي. أنا مش قادر أفهم أنت مستني إيه؟ بفكر يا بهجت بفكر. ما دام عجبتك خلاص. هي فعلا البنت عجباني جدا، وأنا متأكد إن هي دي الوحيدة اللي هتقدر تساعدني. وكمان لازم تلحق أبوها قبل ما يجرى له حاجة. فعل الله ولا فعلك يا أخي. الأعمار بيد الله، لكن ما دام الدكتور قال إن عنده القلب يعني الواحد ما يضمنش. أعوذ بالله. ليه الكلام ده بس؟ الراجل حمله تقيل. أنا قلبي عليك، الراجل ده لو جرى له حاجة يا عالم هتقدر تتقدم إمتى؟ أنت كده هتدخلها في مخي فعلا. وبعدين كمان تطمن الراجل على بنت من بناته قبل ما يودع. أهي فعلا هي دي اللي تهمني، إني أطمن قلبه.